اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم عم بشاره على الهوا. موعدنا زي ما هي حلقات الهوا كل يوم سبت من الساعه 6 للساعه 7، ده غير الحلقات المسجله اللي بنروح لكم فيها في اماكنكم متصوره معاكم، ودي ميعادها يوم الثلاث برضو الساعه 6. اسمحوا لي في الاول ارحب بانكل مايكل. اهلا بيك يا انكل مايكل. عم بشاره اهلا بيك، وحلقه جديده ويوم جديد واسبوع جديد بنتقابل فيه مع كل اصحابنا اللي معانا في الاستوديو واللي كمان بيتفرجوا علينا وبيتابعونا في برنامج عم بشاره على الهواء. اهلا بكل الناس بيتفرجوا علينا النهارده، ويا رب تبقى حلقه حماسيه جدا وكل الناس النهارده يتفاعلوا معانا وينبسطوا في حلقه النهارده ان شاء الله. اسمح لي مايكل ارحب الاول باصدقائنا وصديقاتنا اللي معانا النهارده في الحلقه. معانا مجموعه زي العسل. قاعده على شمالك كيريا القس موسى، اهلا يا كيريا. وعلى يمينك بيتر القس موسى، اهلا. ومايفن اسامه، اهلا بيكي. جوفاني اسامه، ويوسف جوزيف، اهلا. ومعانا كمان افرونيا عاطف. اما على الصف بتاعي بقى الفريق بتاعي من جوه لبره، معانا مايكل افرايم عاطف، اهلا يا افرايم. صح. ومعانا كمان إيلاريا عاطف، وستافروس شحاتة، وعلى شمالي إيريني مجدي، وعلى يميني روني عاطف. أهلا بيكم يا أولاد، منوريني. لا فين إزيكم؟ صحيوا أخيرا. يلا بقى نصحصح سوا عشان نسمع حدوتة صغيرة كده جميلة خالص النهاردة، ومش طويلة قوي بس فيها معاني حلوة خالص. في الأول عاوز أسألكم سؤال يا أولاد، هو اللي بتنتهي حياته على الأرض، اللي بتنتهي حياته على الأرض بيروح فين؟ السماء. برافو عليكم. وطبعا احنا كلنا عارفين ان بابا يسوع لما صعد للسماء بيعد لينا، بيجهز لنا يعني مكان جميل خالص هنعيش معاه فيه وسط القديسين والأبرار في السماء. مكان هايل هيبقى فيه صلوات وتسبيحة وحاجة هايلة خالص. بس السؤال التاني المهم بقى، هو أي حد فينا ممكن يروح المكان ده؟ لا. أي حد؟ لا. بالظبط كده، هيروح المكان ده كل واحد بيعمل حاجات حلوة تفرح بابا يسوع، كل واحد بيعمل
بتعاليم ووصايا الإنجيل اللي علمها لنا بابا يسوع، كل واحد إيمانه قوي ومتمسك بإيمانه، وكل ما إيماننا زاد ببابا يسوع كل ما كانت مكانتنا عنده يا أنكل مايكل أكيد أعلى وأحسن كتير، مش كده؟ النهاردة بقى هحكي لكم عن شخص راح السماء بس بطريقة مختلفة شوية. تسمعوا عن إيليا النبي؟ إيليا النبي ده يا ولاد كان شخص جميل خالص، بيحب ربنا وبيخدمه دايما وبيحب يعمل حاجات كتير قوي تفرح ربنا وبيبشر بالمسيحية. كان شخصية جميلة خالص، علشان كده كان ربنا دايما يقف جنبه وبيسنده وبيعمل معاه حاجات حلوة خالص، زي ما هو بيعمل لربنا حاجات برضو حلوة خالص. في سفر ملوك الأول بيكلمنا لو تفتكروا يا أنكل مايكل، لما كان في مجاعة وجفاف وربنا طلب منه أنه يروح عند أرملة صرفة صيدا وقال له هناك ممكن تعمل لك أكل وتاكله، وطبعا احنا عارفين باقي القصة. لما راح وما لقاش عندها غير شوية دقيق صغيرين، قالت له لو عنديش غير حفن الدقيق ونقطة زيت، قال لها بس برضو خش اعملي لي فطيرة. صلى على الدقيق والزيت، وبعد صلاته مباشرة الزيت والدقيق ما انقطعش من عندها لحد ما نزل المطر تاني وراحت المجاعة وحالة الجوع اللي كان في البلد. كمان في نفس السفر بيكلمنا ان الغربان كانت بتعوله وبتجيب له أكل. ربنا كمان كان بيكلمه في يوم، يا مايكل هو قاعد تحت شجرة صغيرة كده سمع صوت الملاك بيقول له قوم كل، فقام لقى كعكة ومية كل وشرب. إيليا النبي يا أولاد كان ليه تلميذ بيحبه خالص وما بيسيبوش ملازمه دايما، كان اسمه إليشع. كانوا مع بعض بيتنقلوا من مكان لمكان عشان يبشروا بالمسيحية وبيعملوا معجزات كتير وبيبشروا بربنا. في يوم راحوا منطقة اسمها الجلجال، وبعدها بفترة إيليا قال له يا إليشع خليك هنا عشان أنا ربنا أمرني أروح بيت إيل. قال له حي هو الرب إلهك، لن أنا لن أتركك. كان على طول ملازمه ويسيبوش خالص، وفعلا راح معاه بيت إيل، وهو هناك قال له خليك هنا عشان ربنا برضو أمرني إني أروح أريحة. قال له برضو مش هسيبك، وفضل ملازم ليه. وفي أريحة قال له خليك بقى انت عشان انا خلاص انا رايح الاردن. قال له برضه مش هسيبك. وفي الاردن حصلت معجزه جميله خالص، كان قصادهم نهر، نهر الاردن، ف ايليا راح ماسك الرداء. الرداء ده يا اولاد حاجه زي البالتو كده كانوا بيلبسوها فوق هدومهم، وراح لفه على ايده وراح ضرب الميه، الميه انقسمت اتنين، وفجاه لقوا نفسهم واقفين على ارض يابسه ما فيهاش مية، وكانت معجزة جميلة خالص. هناك إيليا قال لإليشع تطلب إيه مني قبل ما سيبك؟ هو ما كانش فاهم إيه هسيبك دي، فهو قال له لو قال له هسيبك وروح أنت تاني هيروح معاه برضه. فقال له أنا بطلب إن يكون ليا نصيب اتنين من روح إيليا، يعني يكون زي إيليا النبي كده بالظبط. قال له الموضوع ده مش بتاعي، مش بإيدي، ربنا هو اللي بيختار خدامه. وفي لحظة يا أولاد نزل من السماء مركبة من نار وخيل من نار، وراحت فصلت بين إيليا وبين إليشع، وفجأة خدت إليشع المركبة النار بالخيل النار، خدت إيليا وصعدت بيه للسماء. وإليشع بيصرخ وبيقول له يا أبي يا أبي، كان صعبان عليه قوي انه يفارقه لانه كان بيحبه جدا. هو ترك له الرداء بتاعه، وربنا اراد لإليشع بعد كده انه يكون زي إيليا وبيعمل معجزات جميله خالص، وكمل مسيرته اللي ابتداها إيليا، وكان برضو إليشع عليه معجزات جميله. المهم هنا يا اولاد يعني جينا للحظه اللي بنوضح فيها الفرق بين صعود بابا يسوع وإصعاد إليه. بابا يسوع صعد بإرادته بذاته، هو اللي صعد السماء، مفيش حد رفعه للسماء، إنما إليه
ربنا بعت له مركبة النار وخيل النار وأخدوه وأصعدوا، ربنا أصعدوا بيهم للسماء. ده الفرق بين صعود رب المجد بابا يسوع وبين إصعاد إلي. فهمتوا؟ فهمتوا الفرق؟ المهم هنا يا أولاد في الحديوتة دي نتعلم حاجات جميلة قوي. رقم واحد، نتعلم إننا لازم نعمل حاجات كويسة عشان يكون لنا نصيب في المكان الجميل اللي أعده لنا بابا يسوع، اللي هنروح ونعيش معاه في حياة ممتدة ملهاش نهاية، كلها فرح وسعادة. طب ما عشان نروح قلنا لازم نعمل حاجات كويسة، كلنا برضو أحيان بنغلط وبيبقى عندنا حاجات ممكن نغلط كده ونعمل حاجات مش كويسة، مش كده يا روني؟ طب نعمل إيه؟ نحاول نبطل الحاجات دي وندرب نفسنا ونساعد نفسنا ونقوي نفسنا بالاعتراف والتوبة، لأنه ساعتها ربنا هيسندنا وهيقوينا إننا ما نكررش الأخطاء دي تاني. ولازم نتأكد إن المكان اللي أعده لنا بابا يسوع في السماء مكان يستحق إننا نجاهد ونلتزم ونفرح بابا يسوع ونمشي على وصاياه وتعاليمه لينا عشان يكون لينا الحياة الأبدية مع بابا يسوع والأبرار والقديسين. إيه رأيك يا أولاد في الحدوتة؟ حلوة؟ حلوة؟ تمام. دلوقتي جه دور مين بقى؟ النشاط بقى، عايزين نصحصح عشان أنكر مايكي دلوقتي معاه أسئلة جميلة خالص ومعانا بقى هدايا ومعلومات وحاجات، صح؟ هاي عندنا فقرات كتير بقى مشارح النهاردة، عندنا فقرات كتير في الحلقة وعندنا ناس كسبانين وهنرحب بيهم وهنحييهم طبعا، وانت عارف ان انت محضر نفسك لده، وعندنا العاب كمان نلعبها مع اصحابنا اللي في الاستوديو طبعا. اكيد انت وعدنا في لعبة كده دايما بنحب نلعبها معاهم، انت بتحبها جامد اللعبة دي، مش هقولها دلوقتي، بلاش نقولها بلاش نحرقها، ولسه عندنا فواصل وعيد ميلاد وحاجات كتير قوي في الحلقة، بس خلينا دلوقتي نتحمس بسرعة بعد القصة الجميلة اللي استفدنا منها. وحتى لو حد ما كانش عارف او قصة ايليا، حلو ان احنا برضو نجدد او نفتكر مع بعض قصص إليه ونقراها بقى بجد، نقراها من الكتاب المقدس نعرف تفاصيلها، عشان كل قصة بتلاقي عم بشارة في الكتاب المقدس ليها تفاصيل جميلة وكتيرة، لو دخلنا في عمقها ممكن ناخد حلقات طويلة، احنا بس بنحاول كده نفكر صحابنا او نتكلم عن القصة بقشور، لكن عايزينكم انتوا بعد كده تكلمونا وتقولوا لنا التفاصيل الجميلة اللي انتوا استفدتوها منها. دلوقتي عندنا فقرة الأحداث الجميلة، المسابقة اللي احنا كلنا عايزين نفكر نفسنا بمعلومات عامة كتير، معلومات من الكتاب المقدس، نفتكر آيات ونحفظ كمان معلومات كتيرة. يلا بينا مسابقتنا، مين عارفها؟ كله عارف مسابقة؟ كله عارف مسابقة؟ تعالوا نفكر صحابنا اللي يمكن مش متابعينا او مش عارفين قوي المسابقة بتاعتنا. هي عبارة عن مجموعات اسئلة كتير قوي، عندنا 12 مجموعة اسئلة، دايما اقول 15 هما 12، عاملين زي الساعة كده 12 مجموعة اسئلة، وكل مجموعة فيها 5 اسئلة جوه كل مجموعة من ال 12 دول، وكل مجموعة من وكل سؤال او كل سؤال من المجموعة دي هما 5 اسئلة، وزي ما قلنا كل سؤال بيسألهولنا واحد من صحابنا الحيوانات الجمال الاشقية دول. ها، اول واحدة بتجري في المية اسمها سمكة، تاني واحد دونه ابيض وبياكل جزر اسمه ارنب صغنن قوي، تالت واحد هو الشقي بتاعنا اللي اسمه القرد، الرابع رقبتها طويلة قوي ورجليها كمان طويلة الزرافة، والخامس اصعب واحد واقوى واحد في الغابة هو اشرس واحد، شرس جدا يا عم فرح، صوته كده قوي كده يهد جبال ويعمل صوت جامد جدا في الغابة. اخر سؤال، اخر تحدي لينا مع كل متسابق بيكلمنا في التليفون، بنستقبل تليفوناتكم نشوف اسئلتنا اخبارها ايه، يا رب كل اللي يكلمونا النهارده يكسبوا ونفرح بيهم، هم كمان يفرحوا قوي بالمكسب ويبقوا يحضروا معانا حلقات ونرحب بيهم نتعرف عليهم اكتر. اهلا بكل اصحابنا مره تانية، ويلا بينا على التليفون، مستعدين نستقبل تليفوناتكم كلها، كلمونا، نمره التليفونات تنزل دلوقتي قدامكم حالا على الشاشه، لو ما كانتش نزلت تنزل برده تاني، نفكركم بارقام تليفوناتنا تكلمونا لغايه لما تتواصلوا معنا، اوعوا تتساهوا، عايزينكم دايما تقعدوا تتواصلوا او تتصلوا بينا لغايه لما توصلوا لنا، ساعات الخطوبه بتبقى زحمه لكن ما تزهقوش، عايزين حماس وعايزين كل اصحابنا يبقوا عندهم اصرار يوصلوا لنا، مستنيين تليفوناتكم، يلا بينا. عندنا تليفون، ايه ده بسرعه كده؟ معانا تليفون طبعا، واول حد وصل لنا او وصلت لنا ساندي. الو ساندي، ازيك؟ الو عم بشاره، ازيك يا حبيبه عم بشاره؟ بتتكلمي منين يا ساندي؟ القاهرة. مين؟ القاهرة. من القاهرة. الله، عاصمة. أهلا بيك يا ساندي، عندي كم سنة؟ 10 سنين. يا رب يبقى عندك 100 سنة. جاهزة؟ ناوية تكسبي؟ يلا بينا مع أنكل مايكل
خدي منه مجموعه وان شاء الله تكسبي. احنا كمان جاهزين باسئلتنا كلها يا ساندي. ساندي اهلا بيكي، اول هتكلمينا النهارده. مجموعاتنا كتير زي ما اتفقنا، 12 مجموعه اسئله. اختار لنا رقم من 1 ل 12 يا ساندي. 10 سنين. لا ساندي، احنا بنعيد الاجابات تاني. اه هقول لك ليه بتعيد، لان ساندي بتسمع اسئلتنا تاني، ابتديتي تسمعينا من التلفزيون وده هيأخرك كتير وهيضيع وقتك في الإجابة. من فضلك اسمعينا من التليفون ووطي صوت التلفزيون خالص. أوكي ساندي، كل الأسئلة دي احنا عرفناها وحفظناها. انت متكلمين من القاهرة وعندك 10 سنين، مبسوطين قوي بيكي، ولسه بنكمل أسئلتنا. عندنا 12 مجموعة أسئلة، تختاري رقم من 1 ل 12. اخترتي لي كام يا ساندي؟ واحد. حلو خالص. أيوة كده، ايوه كده، السرعه في الاداء كده. ساندي سمعانا، يلا نشوف المجموعه الاولى زي ما اتفقنا. اول سؤال بتساله السمكه، يلا نشوف ونسمع السمكه. اول سؤال ساندي هتقول ايه؟ جعلت نقط عن يمينك، الاميره ولا الملكه ولا القديسه؟ والوقت ابتدى. الآية بتقول لنا جعلت نقط عن يمينك، جعلت نقط عن يمينك، الأميرة ولا الملكة ولا القديسة؟ بص بيغششوكي بسرعة. جعلت نقط عن يمينك، جعلت نقط عن يمينك، الملكة. مزمور 45 9 يقول كده، جعلت الملكة عن يمينك. إجابتك صح قوي يا سند، عاوز سقف جامد قوي، شجعك طبعا. برافو عليك. شاطرة ساندي، لما ركزت ووطت صوت التلفزيون. طبعا شاطرة، برافو عليكي. سمعنا كويس. أهم حاجة موضوع الوقت بتاعنا، عشان 30 ثانية عم بشارة، فخلينا دايما نركز كده إن احنا نسمع بعض من التليفون. جعلة الملكة طبعا هي القديسة العذراء مريم عن يمينك. سؤالنا الثاني وهو اللي بيسألوه لنا إل بياخد جزر اسمه إيه؟ برافو عليكم الأرنب. يلا نشوف نسمع الأرنب هيقول إيه لساندي. حد يعرف يا أصحابي كيف يقرب إيه لحواء؟ ابنها ولا اخوها ولا حفيدها؟ والوقت ابتدى. 30 ثانية يا ساندي. بيقول كده ايه القرابة بين شيث وحواء؟ شيث وحواء انا بقوله لك اهو، شيث وحواء ايه القرابة اللي بينهم؟ ابنها ولا اخوها ولا حفيدها؟ شيث القرابة اللي بين شيث وحواء؟ بين شيث وحواء. برافو عليك. ابنها. هو ابنها. اجابتك صح. تعالى سقف جامد قوي قوي طبعا. شاطرة خالص. شاطرة يا ساندي، كنت عايز اوترك شوية بس هي الحياة تستحق، واضح ان هي عارفة المعلومة وشاطرة خالص. سؤالنا الثالث الشقي بتاعنا، اسمه ايه الشقي ده؟ قرد. القرد، يلا شوف نسمع القرد بسرعة يقول ايه لساندي. تعتبر رمز الثقافة في مصر، فما هي؟ مكتبة المدرسة؟ ولا دار الأوبرا ولا مركز الشباب والرياضة؟ والوقت ابتدى. رمز الثقافة في مصر، رمز الثقافة في مصر هي مكتبة المدرسة ولا دار الأوبرا المصرية ولا مراكز الشباب الرياضية؟ تاني، رمز الثقافة في مصر ايه هي؟ هل هي مكتبة المدرسة ولا دار الأوبرا ولا مراكز الشباب الرياضية؟ تعتبر رمز ايه؟ للثقافة. ثقافة. ثقافة بنتعلم فيها ثقافة كده، وفيها الثقافة اللي موجود البلد بتاعتنا بتمثل الثقافة. مين هنا؟ مين هي؟ مكتبة المدرسة ولا دار الأوبرا ولا مراكز الشباب؟ مكتبة المدرسة. هي قبل ما الوقت يخلص اختارت مكتبة المدرسة. مكتبة المدرسة هي رمز الثقافة بمصر. عايز اقول ان كل حاجه من دول ممكن يكون فيها فعلا معلومات او حاجه بتدل على الثقافه بتاعت بلدنا، بس نقول ايه اللي بيمثل البلد او ايه الحاجات اللي بتوري ثقافه البلد، هتكون من الثلاثه دول هي دار الاوبرا. معلش يا ساندي، هارد لك يعني. هو السؤال يحير في رمز الذكاء شويه. مكتبه المدرسه فيها ثقافه، والاوبرا هو الرمز، يعني بنتكلم على الرمز فن. كل حاجه فيها، لكن احنا بنتكلم على الرمز دايما. الرموز هي كانت لازم تيجي من الاوبرا. معلش طبعا، معلش يا حبيبتي، لخبطه شويه. احنا دايما بقول لاصحابي مش كل حاجه المكسب، بنفرح اما بتتصلوا بينا، وان شاء الله المره الجايه تكسبي معانا. هارد لك يا حبيبتي. كانت ماشيه كويس بس صارع مشاركه.
مع ان ساندي اول واحده كلمتنا بس كانت ماشيه حلوه قوي. كنا حاسين ان هي معلوماتها كلها قويه ومتاكده منها. معلش لسه عندنا تليفونات كتير، عندنا فرصه لاصحابنا كتير يكلمونا. ويلا عندنا تاني متصل مين النهارده معانا يا مارينا؟ الو مارينا، مارينا ايوه مارينا الو. علي صوتك شويه مرمر. الو يا عم ساره. ازيك يا مرمر، بتتكلمي منين؟ من أسوان. من أسوان، أقصى جنوب مصر. أسوان بلد جميلة، أهلها دمهم خفيف وبيرحبوا بالناس وبشوشين جدا. أنا فرحان إنك قدرتي توصلي لنا، وهفرح أكتر لو كسبتي معانا إن شاء الله النهارده. يلا بينا مع أنكل مايكل، خدي رقم مجموعة وإن شاء الله تكسبي معانا. أنا عايز أشكر أهل أسوان زي ما عم بشارة كده قال، فعلا ناس طيبين وجمال، مفيش حد ما بيحبش أهل أسوان. أي حد ساكن في أي حتة في مصر يعرف حد أسواني نقول عليه كده فعلا شخص مختلف طيب. ويمكن كان عندنا في حلقات كان عندنا أطفال من أسوان وتشرفنا جدا بيهم، كانوا جمال برضه. أهلا بك يا مارينا. دايما نقول كده دخلنا على المسابقة بتاعتنا، ففي مجموعات كتير قوي، عندنا 12 مجموعة أسئلة. المجموعة الأولى اتاخدت، ساندي خدتها، لكن أي مجموعة تانية من أول رقم 2 لغاية رقم 12 تقدري تختاري. هالي دلوقتي تختاري رقم كام؟ ها؟ رقم 5. حلو خالص، مجموعة رقم 5 اختارتها لنا مارينا. خلي بالك من الوقت بتاعنا يا مارينا، كل سؤال 30 ثانية، نعد الثواني أول ما السؤال يتسأل. مجموعة 5 أول سؤال بتسأله لنا اللي بتجري في المية بسرعة، السمكة. يلا نشوف السمكة سؤالها الأول لمارينا في المجموعة 5 هيكون إيه؟ ونمجدك أيتها نقط القديسة والدة الإله، الأم ولا العذراء ولا السماء؟ والوقت ابتدى يا مرمر. سؤال جزء من مقدمة قانون الإيمان، جزء من الصلاة مقدمة قانون الإيمان يقول كأنه مجدك أيتها نقط القديسة والدة الإله العذراء. نمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله. طبعا إجابتك صح جدا، تعالوا سقف جامد قوي مارينا، ما ترددتش لحظة. طبعا عارفة، برافو عليك يا مارينا. يبان قوي على المشاره ما حد يكون عارف الاجابه من اولها على طول، او متردد او مش متاكد او الكلام ده كله. برافو عليكي مارينا، طبعا انت كنت حد واثق وعارف طبعا الاجابه، عارفه قانون الايمان وبدء قانون او مقدمه قانون الايمان. اهلا بيكي. يلا تاني دخلنا على السؤال التاني. السؤال التاني مين بيساله؟ ايه ارنب. يلا نشوف الارنب سؤاله التاني ليكي يا مارينا هيكون ايه. حد يعرف يا صحابي ايه هو الكتاب اللي بيبقى فيه القراءات الكنسية؟ الخلاجي ولا الإنجيل ولا الكتمارس؟ والوقت ابتدى يا مرمر. مشهور جدا الكتاب اللي فيه القراءات الكنسية، هو الخلاجي ولا الإنجيل ولا الكتمارس؟ قلتي إيه؟ الكتمارس. الكتاب اللي بيحوي او بيحتوي على كل القراءات الكنسيه هو القطمارس. اجابتك صح يا مارينا، تعالي نسقف لك جامد قوي. برافو عليكي طبعا، شاطره خالص. شطار اطفال اسوان. هايله يا مارينا، شاطره خالص. وصلت معانا السؤال الثالث والشقي بتاعنا اللي اسمه قرد. شقي قوي القرد. يلا نشوف القرد هيسال مارينا وهيلخبطها، يقول لها ايه؟ ما هي اللغة التي يتحدث بها شعب النمسا؟ برتغالي، فرنساوي، ألماني؟ والوقت ابتدى. شعب النمسا بيتكلم لغة ايه؟ لغة برتغالي ولا لغة فرنساوي ولا لغة ألماني ولا نمساوي؟ نمساوي؟ هو النمساوي قريب من لغة من الثلاثة دول، ها؟ أنهي واحد؟ برتغالي ولا فرنساوي ولا ألماني؟ البرتغالي. برتغالي. متأكدة ولا مش متأكدة قوي يا مارينا؟ نفكر كويس. ألماني. ألماني آخر كلام إيه؟ عندنا برتغالي وفرنساوي وألماني. قلتي لي ألماني. ألماني بيتكلم لغة قريبة جدا من اللغة الألماني. إجابتك صح، تعالي نسقف جامد جدا. برافو عليكي طبعا، إجابة صح. برافو عليكي قوي يا مارينا، مشكورك. كان سؤال ممكن يكون صعب شويه على اصحابنا، خصوصا ان يعني كان سهل قوي لو كان في لغه نمساوي، فساعتها سهله قوي، لكن هم بيتكلموا فعلا لغه الماني او ممكن يكون فيها كلمات قليله مختلفه. وبرافو عليك طبعا، اجابتك مظبوطه. يلا نكمل اسئلتنا معاكي وسؤالنا الرابع. والرابع ده سؤال طويل واسمها ايه دي؟
زرافة إجماع، في زرافة إجماع. يلا نشوف زرافة سؤالها الرابع ليك يا مارينا، هيكون نسمع. يا ترى مين هو مؤسس علم الجبر؟ الخوارزمي ولا فيثاغورس ولا إديسون؟ والوقت ابتدى. ما احتجتش ان انا الحقيقه اعيد السؤال. السؤال كان بيقول مين هو مؤسس علم الجبر، وقلنا الاختيارات كانت الخوارزمي او فيثاغورس او اديسون، وقلتي لي الخوارزمي من غير ما نفكر خالص، واضح ان هي عارفه المعلومه. ثانيه برافو عليك، تعالى قفلها جامد خالص. طبعا شاطره جدا، برافو عليك. بحب انا الاجابات السريعه دي يا عم شرار. مؤسس علم الجبر الخوارزمي. عظيم، حلو خالص. وصلنا معاك يا مارينا اخر سؤال في المجموعه بتاعتنا، هو السؤال شرس شرس قوي. شايفين الاسد ده؟ الناس كلها. والاسد بيعمل ازاي يا ولاد؟ بيعمل ازاي؟ خلاص كده مرعبين قوي يا عم شرار. اه بعد كده نجيب معانا ناس يعني ابسط من الاسود، حاجه كده اليفه. حلو خالص، اخر سؤال، اخر تحدي لينا مع مارينا، السؤال الاخير هو الاسد. يلا نشوف نسمع الاسد هيقول لها ايه. ما اسم السفر الذي يقرأ في يوم الجمعة التي تسبق جمعة ختام الصوم؟ سفر الرؤية ولا سفر طوبيا ولا سفر مراسي أرميا؟ والوقت ابتدى. مش عايزة تستعجلي يا مارينا، سؤال ممكن يلخبط شوية. بنتكلم على الجمعة التي تسبق جمعة ختام الصوم، الجمعة اللي بتسبق جمعة ختام الصوم بتقري فيها سفر ايه؟ بتقري فيها سفر الرؤية ولا سفر طوبيا ولا سفر مراسي أرميا؟ يلا يا مرمر الوقت بيجري. سفر طوبيا. اجابتك كانت سفر طوبيا، انا هاخدها بسرعه الاجابه دي عشان اقول لها اجابه صح. تعالوا نسقفلها جامد قوي كده معايا مارينا، برافو عليكي. طبعا الاجابه صح. الف 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 مبروك يا مارينا. طول عمري انا عندي دايما ثقه في اطفال الصعيد ان عندهم معلومات جميله خالص، فما بالك باطفال اسوان اصحاب الدم الخفيف. مارينا من فضلك ابعتي لنا رقم تليفونك على صفحتنا على الفيسبوك عشان الاعداد عندنا يرتب معاكي انك لو قدرت ان شاء الله تنورينا تحضري حلقه معانا من حلقات البرنامج. مبروك تاني يا حبيبتي. ألف مبروك مارينا، حاجة خالص. جميلة خالص يا عم شارة، وحقيقة بنفرح جدا إن أصحابنا أو أطفال الصعيد أو أماكن مختلفة عن القاهرة يكونوا شطار. الحقيقة هم أشطر يعني شطار دايما، ودايما بيبهرونا بمواهب حلوة وثقافة جميلة جدا وشطارة. الحقيقة ساعات بنبقى مش عارفين قد إيه هم عندهم الشطارة دي، بس فعلا بيبهرونا. طيب عندنا إيه دلوقتي يا عم شارة؟ محضر لنا إيه؟ اللي أنت طب تيجي ناخد موهبة؟ ماشي. أنا عندي موهبة. مين يا عم شارة؟ في موهبة في الألحان وموهبة تاني في الرسم. مش رسم على أي حاجة. تعالوا نسمع لحن. نسمع ألحان. تعالوا نسمع سوا إيريني مجدي. أهلا إيريني. إزيك يا إيريني؟ نتكلم في المايك. الحمد لله. إيريني أنت عندك كم سنة؟ سبعة. عندك اختيارات؟ سبعة. سبعة هايل. أنت حافظة ألحان إبتي كتير؟ أه. هايل خالص خالص. كان زمان يا مايكل موضوع الالحان وكورس وحوره الشمامسه ده للولاد بس، دلوقتي البنات بيحفظوا. طب هتسمعينا لحن ايه؟ اغنيته. يلا بينا نسمع ايريني، اتفضلي. اغنيته خن مسميني مس اواب انت باي اه في اواي بواي كتا بفراني من راسي انت بي اي خريستوس ابرز بابي نهريك اوتو شو سنبترنتسي اوتوغوس ماريا سمافي بن صوتير انت فكاري نافي ناني فالجي فيز مر اوتنجي كيفول نيمي بشير النم منف ما اس او اب تتري اسنجي كيفول تنوش تماس تنسي او او ناس. الافلام جامد قوي قوي، فتره خالص جميله جميله خالص. شاطرة فعلا يا عم شارة، زي ما انت قلت فعلا الحالة لما البنات بيقولوها كمان الحقيقة الواحد بيتبسط بيحس جدعان شطار قوي، لان زي ما انت قلت ساعات بتقتصر على الشمامسة والولاد هم اللي بيتحمسوا اكتر. حلو قوي نسمع من البنات كمان هم بيسمعوا او بيحفظوا الحان. وبعد اللحن القبطي الجميل اللي سمعناه ده يا مايكل
هنسمع لحن تاني هابي بيرثدي تو يو. في فاصل صغير هنقول لاصحابنا عقبال 100 سنه ونعرف كمان معلومه جديده في جمله مفيده ونرجع تاني. استنوا هنا رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. كلها كام ثانية وراجعين. اسبانيا، البرتغال، بولندا، المانيا، فرنسا، ايطاليا، روسيا، فرنسا، امريكا، بلجيكا، ايطاليا، روسيا، الكويت، واستراليا، وعمان، بلجيكا، هولندا، البرتغال، بولندا، وفرنسا، المانيا، واسبانيا، هولندا، البرتغال، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا، بولندا، بلجيكا، هولندا، ألمانيا. ورجعنا حبايبي الحلوين من الفاصل. اولا كان عندنا في الفاصل معلومه جديده، كنا بنسال
عن بعض دول قارة أوروبا. معظم أصدقائنا طبعا اللي كانوا في التقرير جاوبوا إجابات صحيحة، ما عدا واحدة بس اللي قالت أمريكا في أوروبا، ده شيء إعجازي غريب شوية يعني قرر لوحدها أصلا يعني نفكر أصحابنا أنكل مايكل ببعض دول أوروبا. أنا أقول إن عندنا مثلا بلغاريا، ألمانيا، فرنسا، المجر، بولندا، رومانيا، أوكرانيا، فنلندا، أيسلندا، وكمل يا مايكل. في حاجات مشهورة بتالي ناس صحاب كتير قالوها زي مثلا اسبانيا وايطاليا وانجلترا، كل دول برضو يعتبروا في اوروبا. في حاجات تانية ممكن تكون مش معروفة بالنسبة لنا زي السويد، النرويج، كرواتيا، بس كرواتيا برضو كاس العالم بتالي ناس كتير يعرفوها، اليونان، بلجيكا، كتير قالوا بلجيكا عم بشارة معيني. بلجيكا كنا حاسين ممكن تبقى صعبة على الاطفال في السن ده، بس فعلا بلجيكا برضو من اللي بيخشوا فرق كاس العالم، فممكن برضو تكون معروفة شوية. سويسرا طبعا، كتير قالوا تركيا او روسيا، جزء كبير منهم طبعا تركيا، في جزء كبير في اوروبا وفي جزء تاني يعتبر في اسيا. روسيا برضو تالي هي كبيره قاره لوحدها برضو تعتبر في اوروبا ايضا. يعني عندنا بلاد كتير ممكن نقعد بقى في الخريطه، وحلو ان احنا برضو نفكر نفسنا كده نفرفش معلوماتنا. عايزين بقى نفتح الاطلس ونقعد كده نتفرج على الاطلس عشان ايه نطلع بلاد اكتر. وابعتوا لنا على الفيسبوك، انا مبسوط قوي ان احنا نحاول نطلع معلومه ونطلع من المعلومه معلومات اكتر واجمل، ونحفظ مع بعض معلومات اكتر عن بلاد ودول الموجوده في قاره. المره الجايه نسال عن عواصم بقى في اوروبا، حاجه اصعب بقى، نخش على ليفل 2 او حبايبي الحلوين اتعودنا بعد ما نرجع من الفاصل اننا نسحب او نختار من خلال قرعة محايدة جدا أصحابنا اللي هيفوزوا معنا في مسابقتنا. مثال كلكم بقيتوا حافظينا خلاص، مسابقتنا دي بتبقى على الفيسبوك، بتبتدي الساعة 5 بالظبط وننهي تلقي الإجابات مع بداية الهوى. وزي ما انتم عارفين بتبقى مثلا مجموعة كلمات مش مترتبة صح، ومن خلالها ممكن نرتب آية أو معلومة من الكلمات دي. والآية بتاعت النهاردة أو مسابقة النهاردة كان إجابتها الآية اللي بتقول طوبى لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه، دي مزمور 119 العدد الثاني. هنسحب دلوقتي اتنين يا مايكل من أصدقائنا اللي هيفوزوا النهارده، اللي جاوبوا اجابات صحيحه مظبوطه في كامل الايه. الاول اللي فاز النهارده فلوباتير عماد، الف مبروك يا فلوباتير. الثاني اللي هيفوز معانا، نقلب 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 وناخد ورقه، مارك محب. حبايب الحلوين الف مبروك، تعالوا نسقف لهم جامد قوي قوي كده معانا النهارده فلوباتير ومارك. طبعا بنحييهم، يقول لنا ان شاء الله الحلقه الجايه يا عم بشار زي ما بنعود بالظبط. عارف زي مين معانا النهارده؟ اتنين من اصدقائنا فازوا قبل كده برضو في نفس المسابقه واتصلنا بيهم، الاعداد كلمهم وجم نورونا النهارده. معانا على يميني من اللي فازوا روني عاطف. روني تعالوا نسقف له جامد، نشكره جدا، كام من المكسبين اللي كسبوا معانا. وايريني مجدي برضو نسقف لها. روني بقى مايكل مش مجرد ولد شاطر فاز في الفيسبوك وبس، ده موهوب جدا وعنده موهبة خاصة كده انه بيرسم على الزجاج، ومش بس ده خد كمان شهادة تقدير جوائز من مهرجان الكرازة. تعالوا نتعرف على موهبة روني، هو جايب لنا معاه بعض اللوحات اللي جابها للرسم على الزجاج. انا ممكن اساعدك يا روني، سيب لي دول وانت اعرض واحده واحده قول لنا دي ايه. الله، ماما العذراء. مايك عم بشاره، لا شيل ايدك كده وشاور من بعيد عشان تبان. المايك جنبك يا عم بشاره برضه، يا ريت ممكن ياخده عشان نسمعه. وصلت الحتت كلها بالاحمر والاصفر وعملت اي خالص خالص. وده مين بقى؟ لا وريها للكاميرا زي ما كنا عاملين. البابا أثناسيوس عمله بالقلم الريليف واسمه بالحيطة التالت كلها. انت بتحددها يا روني وبعد كده ترسم على الازاز، ممكن يلون جواها. هاي ودي مين؟ دي دراس كان رسمتها برضه بالريليف، وهي طلع من الحقل
ما. حلو خالص. وهنا رسم لنا روني الكتاب المقدس. معلش معلش يا روني، ها ده الكتاب المقدس. لازم كل الحتت ديت هايل خالص. طب ممكن نعرض لاصدقائنا اللي بيتفرجوا علينا الشهاده بتاعتك اللي خدتها مهرجان الكرازه. اهي يا اولاد، واخد شهاده مايكل، شهاده تقدير لانه متميز في الرسم. يستاهل طبعا. نسقف لروني تسقيفه كبيره. نعم نسقف قوي لروني، شاطر خالص روني، ميرسي خالص. هي ده شجع صحابنا يا عم بشاره برضه. احنا قدامنا دلوقتي الصوره بتاعته مع ابونا ومعاه الكاس، مع الانبا هرمين. معاه الكاس، ناس بتاخد كاس وناس بتخسر كاس. طبعا عنده شهادات، هي حاجه جميله قوي. نشجع جدا روني، نشجع كل اصحابنا اللي عندهم موهبه واللي بيحاولوا ينموا الموهبه دي، بيحاولوا يعملوا بيها حاجه، يرسموا بيها حاجات فعلا جميله وتبقى حاجه ليها قيمه كده جميله، سواء في اوضته بقى يحطها، سواء يديها هدايا لحد، سواء هو نفسه يستمتع بالموهبه الجميله دي، حاجه رائعه خالص. مجرد ممارسه الموهبه مايكل شيء جميل خالص، ممتع وبيمتع الاخرين، وبنستهلك وقتنا في حاجات مفيده خالص. طبعا ده شيء جميل. والاجمل ان بافلي قدر يوصل لنا وعلى التليفون معانا. بافلي حاول. الو بافلي. الو ازيك يا بافلي؟ انا تمام، ازي حضرتك؟ انا كويس يا حبيبي، انت كويس؟ انا تمام. بتتكلم منين؟ من الغردقه. اهلا بيك وبكل اهل الغردقه البلد السياحيه الجميله. يلا بينا مش هنضيع وقت يا بافلي، مع انكل مايكل اختار مجموعه ويا رب تكون الفائز الثاني معانا النهارده. عندنا اصحاب كتير من الغردقه ودي حاجه بنتشرف بيها. اهلا بيك بافلي، بيكلمنا من الغردقه، اصحابنا بتوع الغردقه اللي احنا فعلا بنحبهم جدا. بافلي عندنا مجموعات اسئله كتير زي ما انت عارف، في مجموعات من 1 لـ 12، بس في مجموعتين اتاخدوا معانا، هما مجموعه رقم 1 ومجموعه رقم 5. اي مجموعه تاني ما عدا 1 و5 تختارها لي؟ تختار رقم كام يا بافلي؟ مجموعه رقم 3. حلو خالص. رقم ده اول مره خدنا رقم 3، يبقى الفردي 1 3 5 3. المجموعه اللي مليانه اسئله، فيها 5 اسئله زي ما احنا متعرفين ومتعودين. السؤال الاول بتساله لنا اللي بتجري بسرعه في الميه، السمكه. خلينا نشوف نسمع السمكه هتقول ايه بافلي. لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نقط لأجل أحبائه، نفسه ولا غيره ولا صحته. والوقت ابتدى يا بافلي. بتقول ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نقط لأجل أحبائه، أن يضع أحد نفسه ولا غيره ولا صحته. نفسه. أن يضع أحد نفسه لأجل أحب، ليس حب أعظم طبعا من هذا. وإجابة مظبوطة جدا. تعالوا سؤال جامد جدا، برافو عليك طبعا يا فندم، إجابة صح. آية جميلة يا مايكل، بتجسد معنى العطاء بصراحة، وهو ده فكرة التجسد. يعني النهاردة لما رب المجد يسوع يتجسد، هي دي الحاجة اللي مش كتير يقدروا يفهموها، بس اللي يفهموها هو ده فعلا التجسد، إن حد يضع نفسه عن أحبائه. طبعا موجودة في يوحنا 15-13 الآية دي. برافو عليكي بافلي. يلا نشوف سؤالنا التاني معاك، والسؤال اللي بيسأله الأبيض الصغير اللي بياكل جزر اللي اسمه الأرنب. الأرنب. يلا نشوف الأرنب هيسأل بافلي يقول له إيه. حاجة كتب داوود النبي أغلبها، وواحد منهم بيبتدي بالرب رعايا، تفتكروا هي الرسايل ولا البشاير ولا المزامير؟ والوقت ابتدى يا بافلي. حلوة الرسايل أو البشاير يعني. ماشي، نتكلم على داوود النبي، الشخص اللي كتب أغلبها، لكن واحدة منها بتبدأ بالرب راعيا، ما بالتسهيل، مين هي دي؟ أو إيه الحاجة اللي بنتكلم عليها دي؟ بنتكلم على الرسايل ولا البشاير ولا المزامير؟ مزامير. صح؟ أنا سمعت مزامير، وقال مزامير؟ أه قال المزامير. تأكد؟ تأكد طبعا، برافو عليك. يلا نسأل جامد قوي قوي بافلي، طبعا إجابتك مظبوطة، المزامير هي اللي كتبها داوود النبي أغلبها. واحدة منها طبعا كان رب الرعية فلا يعودني شيء. سؤالنا الثالث والثالث، صاحبنا الشقي اللي بيسأل السؤال الثالث اسمه إيه؟ اسمه إيه الشقي؟ برافو عليكم القرد. تعالوا نشوف نسمع القرد يسأل بافلي ويقول له إيه. إيه المحافظة اللي موجود فيها الأهرامات الثلاثة؟ القاهرة ولا الجيزة
ولا المنوفية؟ والوقت ابتدى. سؤالنا على المحافظة اللي بتوجد فيها الأهرامات الثلاثة، زي بالظبط نفس المحافظة اللي موجود فيها جامعة القاهرة. المحافظة دي هي ايه؟ اللي هي القاهرة ولا الجيزة ولا المنوفية؟ صحابنا كلهم عايزين يغششوا بافلي، لكن احنا مش هنغشش كده بالفعل، مش هنغشش حد، محدش هيسمع حاجة. ده بسرعة يا بافلي، قول لي يلا يا بافلي، هل هي القاهرة ولا الجيزة ولا المنوفية؟ بافلي سؤال سهل خالص. ايه يا بافلي، جامعة القاهرة موجودة فين؟ ما تتوهوش يا مايكل. يلا يا بافلي، القاهرة ولا الجيزة ولا المنوفية هي المحافظة اللي موجود فيها الأهرامات الثلاثة؟ عندنا وقتنا بيخلص يا بافلي. معنا. انت رحت فين؟ للأسف الوقت خلص. أنا خايف يكون الخط قطع أو ما أعرفش إيه اللي حصل في الخط، لكن إحنا ما سمعناش بافلي، ما سمعناش إجابته، وقتنا خلص للأسف. السؤال أو الإجابة ما تحتسبش صح. هي طبعاً الإجابة هي محافظة الجيزة، زي ما كل أصحابنا قالوا. برافو عليكم كلكم شطار. الجيزة هي اللي فيها الأهرامات الثلاثة، الجيزة هي اللي فيها جامعة القاهرة على فكرة، عشان برضو ما نتلخبطش لو جه السؤال ده في يوم من الأيام نجاوبه صح. برافو عليكو، معلش يا بافلي، هارد لك ليك. لكن كل اصحابنا نشكركم ان هم كلهم كانوا عارفين، متاكد ان بافلي كان ممكن يبقى عارف، لكن معلش حظنا وحش، الوقت وقع او التليفون حصل فيه حاجه. هارد لك، تكلمنا تاني ان شاء الله يا بافلي. عندنا مين يا عم شرف معانا على التليفون؟ مين مين يا ترى؟ مين؟ اه روماني. روماني ازيك؟ الو روماني، روماني من فضلك وطي صوت التلفزيون خالص واسمعني من التليفون. لا روماني، لا على ما يوصل له اللي انا قلته من التلفزيون ووطي بيندهوا. روماني دلوقتي اهلا يا روماني، ارجوك ارجوك يا حبيبي اسمعني من التليفون مش من التلفزيون، وطي صوت التلفزيون خالص. اوكي الو. اوكي يا عم شو اوكي؟ لا قال الو تاني. جاهز يا روماني؟ بتتكلم منين؟ من بني سويف. منين؟ بني سويف. من بني سويف، اهلا بيك يا روماني، ضيعنا وقت كتير على موطنة تلفزيون. يلا بسرعه مع انكل مايكل، خد رقم مجموعه وان شاء الله تكسب معانا. يلا عشان وقتنا في سن روماني تكسب معانا. عندنا مجموعات اسئله كتير، 12 مجموعه اسئله، 1 3 5 تاخدوا اي رقم ما عدا 1 و3 و5 لو سمحت. صوت عالي، اختاروا لي دلوقتي يا روماني. عايزين بقى ننسى التلفزيون خالص، عايزين نبتدي من الاول كده وننسى التلفزيون خالص. احنا بنرجع مسابقتنا يا جماعه، مسابقه تليفون، عايزين نتكلم في تليفون ونتواصل مع بعض عشان عندنا وقت لكل سؤال، عشان كمان ما نعطلش صحابنا اللي نفسهم يكلمونا يتواصلوا معانا ويكسبوا في مسابقتنا. واحد وثلاثه وخمسه يا روماني، تاخدوا اي مجموعه تانية كلمني من التليفون لو سمحت عشان وقتنا. تختارها ثلاثة اتاخدت، واحد ثلاثة خمسة تاخدوا اي مجموعة تانية ما عدا واحد وثلاثة وخمسة. كام؟ ثلاثة. ثلاثة اتاخدت، واحد ثلاثة وخمسة اتاخدوا أي مجموعة تانية ما عدا واحد ثلاثة وخمسة يا روماني. خمسة. حلو خالص، اتاخدت. طيب بص، احنا عايزين دلوقتي نفكر مع بعض. أول مرة جاي اختار واحد، إن في ثلاث مجموعات اتاخدوا، نفكر أكتر. خلينا في الموضوع ده تاني، ده سؤال صعب هناخد فيه وقت. واحد وثلاثة أربعة. أربعة. إيه ده؟ يلا امسك بسرعة. يلا بسرعة، بسرعة افتح المجموعة بسرعة مع روماني. اختار لنا مجموعة مختلفة جدا، مجموعة مميزة جدا محدش اختارها. مجموعة الرابعة، اسئلتها خمس أسئلة زي ما احنا عارفين. أول سؤال بتسأله لنا سريعة أوي، اسمها إيه؟ سمكة. شوف سمكة هتقول لك إيه يا روماني، نسمع. سمكة. كلمة نقط عندنا هالكينا جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. الله ولا الحق ولا الصليب؟ والوقت ابتدى. هي معروفة محفوظة تقول كده، كلمة نقط عند الهالكين جهالة. كلمة ايه؟ الله ولا الحق ولا الصليب؟ عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن مخلصين فهي قوة الله. ايه هي؟ كلمة ال الله. قلت الله، متأكد؟ اه متأكد قوي. ايوه. كورنثوس الأولى 1 آية 18 متأكد؟ روماني يقول كده كتاب مقدس في كورنثوس الأولى 1 آية 18 إن كلمة الصليب عند الهالكين
جهالة للأسف إجابتك مش مظبوطة يا روماني، كان نفسنا نكسب مع بعض أو نتحمس شوية، لكن طبعا مهم أوي إن إحنا عارفين إن الصليب قوة الصليب، عشان كده يقول هي عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، الصليب صفة الصليب دي حاجة فيها قوة لكل مسيحي، كل واحد مؤمن فعلا بفعالية وقوة الصليب. معلش هارد لك ليك يا روماني، عندنا كل سنة وأنت طيب يا حبيبي. برافو روماني، معلش ملحوقة المرة الجاية إن شاء الله تكسب معانا. اعتقد ان هو استعجل قوي. يلا بينا نلعب عروستي. ما تيجي بتحبها انت اللعبه دي؟ كل حلقه عايز تلعبها يا مايكل. اصل انا عايز العب مع اصحابنا اللي موجودين معانا في الاستوديو. طب اصحابنا عارفين اللعبه زي ما انت عارفها؟ تعال نقول له. هنقول معلومات عن حاجه، انا هقول معلومه وممكن مايكل هيقول معلومه، اللي يوصل للاجابه ما يستناش يجاوب وبصوت عالي جدا. لو مش عارفين هتقولوا عروستي، نقول المعلومه اللي بعدها. اوكي يلا بينا نبتدي. قولوا عروستي عم شرة. واحد اتنين تلاتة. قولوا عروستي. نوع من الفاكهة الجميلة وبتحبوني كتير. قولوا واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. عروستي. طيب بتكون موجودة في كل فصول السنة. نقول تاني عم شرة. واحد اتنين تلاتة. عروستي. بكون في شجرة كبيرة. محدش لسه عارف ها؟ طب يلا. تفاح. لسه لا لسه محدش عارف. طب نقول تاني. نقول تاني عروستي. واحد اتنين تلاتة. عروستي. بيكون لوني اخضر واصفر. بصوا بقى دي تودينا شويه. عروستي لسه 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 مش المكان. غني بفيتامينات كتير. كل الفاكهه فيها فيتامينات اكيد. طب نقول تاني اخر معلومه. واحد اتنين تلاته. عروستي. ماشي. المعلومه بتاعتنا بتقول هنعرفها دي، بتحبوا تاكلوها او تشربوها عصير وبيكون باللبن طعمي حلو جدا. مش عارف مين زمان موزيكال بسرعه. طبعا تعالى بسرعه. برافو. تعالى سقف له جامد قوي 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 قوي. برافو يا افرام. افرام طبعا شاطر خالص، هو اول واحد قال المستمع بتاعي تبقى معروفه والناس كتير صحابنا ابتدوا يعرفوها، لكن افرام كان اسرع واحد بسرعه قال لنا ان هي فاكهه الموز. يا عم بشاره حلو، عرفنا شويه معلومات عن الموز ما كناش نعرفها. اكيد الموز من الفواكه الجميله. او مايكل طبعا موز باللبن. طبعا طعمه حلو قوي الموز. او موز بالحليب. الموز بالحليب يعني مش لبن او بالحليب. مايكل احنا اللي بيفوز معانا بنكافئه مكافاه مؤقته كده لحد ما يجي يحضر معانا حلقه، اننا بنقول اسمائهم مره تانية. اللي كسبوا معانا في الحلقه اللي فاتت مين يا مايكل؟ كسبت معانا واحده بس عم شهر الحلقه اللي فاتت، وكانت مايفن. ألف مبروك لمايفن. النهاردة كمان فرحتنا وبسطتنا واحدة تانية، وكانت هي مارينا اللي فازت النهاردة. ألف ألف مبروك لمارينا الأسوانية الجميلة. حبايبي اللي بيتفرجوا علينا، سواء ما قدرتوش تلحقونا أو توصلولنا على التليفون أو ما أسعدكوش الحظ بالفوز قبل كده، الفرصة متاحة لو جاوبتوا سؤال حدوتة النهاردة. والسؤال بيقول: كيف أصعد إلي إلى السماء؟ كيف أصعد إلي إلى السماء؟ ورقة وقلم اكتبوا الإجابة الصحيحة، ابعتوها لنا على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عم بشارة على الهواء. عندنا ثلاث وسائل اتصال تقدروا تتواصلوا معنا من خلالها. رقم واحد صندوق البريد، عندنا الإيميل بتاعنا، عندنا الفيسبوك. هنفرح قوي لو تواصلتوا معانا، قلتوا لنا اقتراحاتكم ملحوظاتكم على البرنامج، ايه اللي بتحبوه او ايه اللي مش عاجبكم ونعدله، لان هدفنا انكم دايما تتبسطوا وتبقوا سعداء بالبرنامج بتاعكم انتوا. وقت الحلقه خلص. يمكن مايك، يا رب تكون حلقه كانت جميله وممتعه لكل اللي اتفرجوا علينا، ودي حاجه فعلا هو ده اللي نتمناه في اخر حلقتنا، ان كل اصحابنا اللي بيتفرجوا علينا وبيحبونا يبقوا استمتعوا بحلقه النهارده، استفادوا معلومات جديده ولعبوا معانا كده، وحسوا قد ايه احنا مبسوطين بكل اصحابنا اللي موجودين معانا النهارده في الاستوديو. نشكر كل حد باسمه كان موجود معانا في الاستوديو النهارده، نشكر كل حد اتفرج علينا في حلقه النهارده، ونفكركم بالبونبوني بتاع عم بشاره. حالا هناخد بونبوني من عم بشاره ونقول لكم كلكم في البيوت، نشوفكم الحلقه الجايه الاسبوع اللي جاي زي النهارده. باي باي.
باي. باي باي. يلا بونبوني تعالوا 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 تعالوا. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار. رايح فين؟ ماشي استنوني المرة الجاية. باي يا حبايب عمو بشار. لسه بدري يا عمو.